قال مواطنون بمحافظة لحج إن قوات الأمن قامت بحملة إزالة لعدد من أسوار المزارع التي تصفها بالمخالفة، وتبرر السلطات المحلية والجهات الأمنية قيامها بهذه الحملة التي استهدفت أسوار مزارع لمستثمرين بمنطقة دار المنصور بمديرية تبن أنه بدواعي المخالفة وإنشاء هذه المزارع على طريق السكك الحديدية. من جانبهم شكى عدد من المستثمرين وملاك هذه المزارع الطريقة التي قام بها الأمن وتنفيذه لعملية هدم الأسوار، مشيرين أن لديهم تراخيص تصريح بإنشاء المزارع وبناء أسوارها، ولا يتعارض مع المخطط الذي تدعيه السلطة بأن المزارع تقع في طريق مخطط السكة الحديدية. وناشد المستثمرون وزير الداخلية والنائب العام التحقيق بالحادثة ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي هدمت الأسوار وتعويض المستثمرين عن الخسائر التي لحقت بهم ومحاسبة المتسببين بالهدم والتدمير.